بحترم كل ابناء الشعب السوداني، تحية للحضور منبر جماعة أنصار السنة المحمدية والسلفية عموما. أنا ما أعرف، لكن المشكلة وين؟ النان ما تضحك ساي، يعني الجانب الفكاهي ده ما بتجيب لابناء الشعب السوداني، لأنه كتير تاريخ الدولة السودانية الجماعات اللي جات منذ تاريخ الدولة السودانية للحظة إنه تقدم منابر معينة إنه الناس تضحك، لكن ما في حلول منطقية مثلا الناس تستفيد منها. نحن ما قاعدين نستفيد، لكن الضحي ده من مصلحتنا طبعا. الحشود البشري أو الكتل البشرية اللي حاجة هنا هو ذكرنا داخل التربرو، هو لو سألنا مثلا ما في يعني في مستوى التربرو هو حسي ذكره هنا، ماذا يعني مستوى التربرو؟ عشان ما يشوي مصطلحات ساي. الناس اللي جم من داخل التربرو ده منهم؟ ما هو الأنصار السنة القاعدين بضحوا ديل، ما في طالب واي عندهم معرفة في عقله مثلا حجج منطقية وأدلة وبراهين يقدر مثلا يتداخل بحجج عقلية مثلا على حسب معارف البشرية اللي تلاقاهم علوم منطقية علوم طبيعية علوم نفسية علوم فلسفية؟ ما في. كويس، الناس اللي بضحكوا ده، الناس اللي بضحكوا 90% كل الأنصار السنة جابوهم تم توريدهم مثلا استيرادهم عموما. كويس، السلف ديل الجابوم دي الناس مراهقين ساي، يعني ناس مراهقين من جانب سياسي، لان ما ممكن يفصل بين الاسلام السياسي واخوان المسلمين. الحس يقدم من برضه كل اخوان المسلمين فصل، هو قال انه الوسطيه هو الاعتدال في كل امور الحياه. ما كمل الموضوع طبعا من التصورات والمناهج والمواقف، وهي التحرك هو التحور متواصل للصواب في التوجهات والاختيارات. فالوسيط فالوسطيه ليس مجرد مواقف بين التشدد والانحلال، لكن الكلام اللي صرنا نتكلم ده الموضوع ما تناقض. انا هسه بتدخل من اول محور، هو يتكلم موضوع الالمانيين، وانا زول بومي فكر الماني بكامل مطلق. كويس، بومي فكر الماني كامل مطلق، لان الدوله الالمانيه تكمن وجود المواطنه، الدوله الالمانيه تكمن وجود كل انواع الشعب السوداني بالتعدد التنوع داخل الدوله السودانيه. من دون دوله الالمانيه ما ممكن الدوله السودانيه تتقدم. من تاريخ الدوله السودانيه للحظه ما ممكن قاعدين في صراعات. الزول السني بكره الزول السوفي، الزول السوفي بيكون في صراعات من زهود كان احس الان ناو كان يتكلم موضوع مصطفى عبد القادر، وهو في خلافات الحسن بين انصار السنه من الف لدال. الموضوع الانقسامات اللي حصل في الانصار السنه دي، المشكله وين؟ هل المشكله مشكله الدين ام مشكله في الخلافات السياسيه ام خلافات من جانب مادي؟ اي سؤال بيسال نفسه. عموما يتكلم انه الالمانيين ما بيجيبوا نظريات علميه، ما في الماني مثلا ما بيجيب نظريات علميه، الالمانيه تتبني على حسب نظريات علميه، لانه بيعترف بالمنهج العلمي او البحوث العلميه والنظريات المعرفيه. ما في الماني بيكون قائم معرفيا اذا استضفت اي الماني، واذا عمل مناظره تم قبل منذ لازما في الدوله السودانيه بين الجماعات وبين الالمانيين كان حصل هزيمه تاريخيه بالنسبه للجماعات. كويس، ما لقوا وجودهم. ليه هسه انه المنبر الحاشي ده كله الناس اللي بيضحكوا كلهم سلفيين؟ لانه الحشد الطلاب الحاصل ده ما في طالب مثلا قاعد يضحك، لانه عارفين انه الناس قاعدين بيتكلموا في شنو؟ تشوي ساي. كويس، قال انه السلفيه اول الاخوان المسلمين فرق. شفت انا داري اقول لكم حاجه، ما يفرق بين الاخوان المسلمين والسلفيين والاعتدال في حاجتين، الاخوان والسلفيه والجهادين والفكر الاعتدالي والفكر التطرفي كل حاجات واحده. الاخوان زي انصار السنه، ما تقول لك كذاب. انا داري اقول لكم حاجه، ما داري اقول لكم حاجه، احترموا حاجه واحد. الزول اللي بيشوي المنبر ده كل ما انصار السنه، لانه في زول بيقدم رايه، لانه زول ما بعرف المبدا الديمقراطي او احترام راي الاخر شنو. انا لما اعبر في رايي من حقي اعبر رايي، رايي مفترض يكون خطا في وجه نظري، وجه نظري يكون في خطا، لا مبدا فاسد او مبدا عقلي، ما في حاجه بقول له حاجه خطا. وجه الحقيقه ده في مبدأي انا، مبدا يكون حاجه خطا، حاجه واحد. السلفيه والاخوان المسلمين حاجه واحد. الفرق بين الجهادين والاخوان والفكر الادالي والفكر التطرفي، المشكله ما في المبدا، المشكله في كيفيه تطبيق المبدا في ذاته. المشكله انصار السنه يفكروا مثلا كيفيه انه يطبقوا الدين، والجهادين الدايش اللي هو سماه انه ما جزء من انصار السنه، المشكله ما في الاختلافهم ده. الزول بيطبق فكره الجهاد مثلا الفكر النضالي والدعوه الشموليه بقول لهم الدايش هم مسيرين له، دي نفس في انصار السنه. حسي انصار السنه الموضوع كان حصل في معركه الخرطوم الدولي، الزول طلع ملابسه كده بالراقه ساي وقال الله اكبر للجهاد. هل دي جهاد؟ هل دي ما تطرف؟ الدين ده ما دار فكره تطرف او حماقه مثلا. كويس،
يعني المشكله ان كلهم متفقين في حاجه واحده، لكن المشكله في زول داير حاجه يتدالي وسط دار خنبو والناس معين، انه ما عارف الناس عارفين دين وما عارفين دين. الدين ما دار بس تجي تقعد في الجامعه هنا وتجي تقول في الداخليه، الداخليه مبدا بالسكن. ولو عندك موضوع اغلى دار تدير في الطلبه مثلا، ناس قاعدين في الجامعه بامكانك تتحدث، لكن ما ممكن انت ناس قاعدين في الجامعه وناس ده اقولهم مستنيره وتجي تعمل انت بشويه ده. انا بقول كلام اسف تجي تتكلم هرطقه، يعني انت ما تجي تجود تضحك ناس. الحرف من موضوع الدين، دين ده غيم واخلاق، الدين سيد في الضمير والاغل سيد في شؤون الدوله. انت مفترض تجي تتكلم انه ناس ده يعود الدين كيف قيام دوله اسلاميه او دوله من قام، ما قام قيام دوله دينيه، لكن قام كيف التفقيد او كيف التطبيق المجتمع المسلم او المسلمين كيف يتبعوا الدين في قيام مثلا انه يصيروا كيف اخلاقاتهم، لكن ما يتكلم انه ما في نظريه دينيه. الدوله ده نظريه حديثه، ما في دوله تتكلم انه ناس تعمل دوله دينيه، لكن كيف المجتمع المسلم مثلا، عشان ما تجي تلبط امور للتلفاز ترى بدا واين مش كلام الناس بتضحك وبمشوا زي ما بده بيشيل في عقله تمن اكبر من كلامك كويس. الموضوع الثاني قال انه الالماني الالمانيه المجتمع الالماني، المجتمع الالماني توم تعدد التنوع، المجتمع الالماني توم بالتسامح، المجتمع الالماني كويس توم بالاعتراف الكامل والجازم وكل ترفض كل انواع الطمع البشري وتعترف كل انواع الاعتراف الطبيعي وتطور الكون في الحياه اليومي. والمجتمعات اللي تبحث في نظريات كيف الاعتراف. الحاجة الثانية قال انه الصحابة كان شغالين، الصحابة كان شغالين. دار اقول لك حاجة، دار اقول لك حاجة، الرسول قال شنو كويس؟ ان الله جعل الرزق تحت الرمح. يعني الحديث انه الموضوع مستورد الغادر لما كان شرحه قال انه الرسول قال انه الزول المسلم او انه هم كان يمشي يقتلوا الناس ده في اسرائيل وتركيا والدول، خلوا تركيا، تركيا من عندكم جوا يا اخوان المسلمين حقتكم ده، خلوا امشي دول اسرائيل وفرنسا وامشي النرويج شنو، انه الرسول قصد انه يمشي يقتلوا كفار ويجيبوا غنائم وتجيبوا بناس سمحاتي يا مصري واد دحرق وتجيبوا الغنائم. دي دين يعني كويس كويس. دار اقول لكم اسكت، دار اقول لكم حاجه، احترم الراي ده، احترم الراي ده كويس. ما تضحكوا. قال المانيا، قال الزول الالماني بمشي الحمامات. اسمع يا زول، اوي الفكره، اوي دار اقول لكم حاجه. قال الالماني بقعد في حمام ساعه ونص، الالماني بقعد في حمام ساعه ونص. شوف دار اقول لكم حاجه، اي زول سلفي مقبول جنسيا، اي زول الماني مقبول جنسيا، اي زول سلفي مقبول جنسيا، زول مترف من جانب اجتماعي انه قصور اجتماعي ما قادر ياسس الغاز الاجتماعي انه يمارس حياته الجنسيه، عشان كده يقعد في حمام ساعه ونص. ده زول الماني، ده زول سلفي في حمام ساعه ونص كويس. قال انه الاعتراف، انه الاعتراف بالشريعه او الدوله الدينيه. دار اقول لكم حاجه، المجتمعات البشريه او دار نموذج منكم، انه دار نموذج منكم هسه الان ناو او قبل مثلا المجتمعات الحصل في تاريخ المجتمع البشري، في مجتمع ديني او الدوله الدينيه او الشريعه الدينيه قام به دوله وقدر ياسس دوله ويحصل فيه تسامح اجتماعي والاعتراف بالتعدد والتنوع وقام به دوله. ما في دوله دينيه، ما في دوله دينيه لا وسط الكون، في دوله المانيه بس في ارض الواقع كويس. دار اقول لكم حاجه، الدوله لا، الدوله لا، اركان الدوله الشعب الشعب والارض والسياره دي بشكل في دوله، لكن في اركان الدوله ما هو حاجه والله دوله دينيه. ده كلام ترس، الدستور اسس في كل الشعب هو الاغلاني من جانب اغلاني كويس. الجانب الثاني قال انه التوحيد، انا ما اعرف فهمكم التوحيد شنو مثلا. التوحيد هنا عندنا غدايا واقية وأرضية، أي فكرة ما لم تستلهم الغيال الغدايا الأرضية والواقية للمجتمع البشري ما ممكن يسمى إنه يسمى توحيد، أو ممكن نتكلم توحيد أسس مجتمع بشري. ده الآن ناو نينا محتاجين تسامح، محتاجين نأسس دولة، محتاجين نأسس واقع اجتماعي يستلحم كل أبناء الشعب السوداني. ماذا قدم الفكر السلفي التطرفي لأبناء الشعب السوداني؟ ده سؤال كويس. الجانب الثاني قال الرأسمالية شوية، جانب اقتصادي شوف العالم نظرتين، الجانب الرأسمالي والجانب الاشتراكي والشيوعيين كويس. دي نظرتين في العالم، ما في نظريه اسلاميه في ارض الواقع كويس. كيف تهل مشكله الديون الخارجيه؟ كيف تهل مشكله الديون الخارجيه؟ كيف تهل مشكله الاقتصاد المؤقت او مشكله السكان المؤقت كويس؟ كيف مثلا ترفع الاجور ويرتفع التعداد مثلا، انه كيف تعمل توازن في المجتمع عشان تسأل نفسك؟ ما في حاجه بقول انه مثلا في نظريه اسلاميه مثلا، ما في. اذا لو في اديها نموذج وكيف تاسس المجتمع بالنظريه الاقتصاديه
مثلا يتكلم كل الوازلهم والاخصاء والاستيلاء والاستبعاد كويس والاتحاد حاجه واحد بس. الموضوع الثاني يتكلم عن الجزيه، يتكلم عن الجزيه. الجزيه دي انت كيف من شروط المواطنه، اي مواطنه او اي مواطن ينال حقوقه الاساسيه على اساس الانتماء للوطن. ما في زول يدفع لك جزيه مثلا في الدوله، كيف انا نكون نشاطا في الدوله وعندي حقوق اساسيه؟ يعني زول يجي يقول لنا في الجزيه كيف؟ ما في الجزيه. انا زول نشاطا في الدوله عندي حقوق مواطنه. شوف السرار، اي سرار ينشر الدوله بيكون في تدارم مصالح. ولو قلت تدارم مصالح الحرب ده ناس لما تاخذ مثلا في مرات في الدوله ما شرط مثلا لازم، لكن غايه ما وسيله لكن غايه. الحاجه الثانيه اخر مرحله اللواطه. هوي انسرسون نتكلم امور اللواطه في مؤتمر كلاك، لا في مؤتمر كلاك انسرسون كان ناقش موضوع اللواطه. هل انه موضوع ده نظر هل في مؤتمر كلاك؟ لا انسرسون كان اتلو او كان نظر موضوع اللواطه ده اتخرج انه موضوع كيف؟ قال انه انسرسون قال موضوع اللواطه في مؤتمر كلاك. لا برو ما يحرقكم كويس، لكن هل انسرسون في مؤتمر كلاك؟ لا موضوع اللواطه ده مفترض يكون في تودي توديه مؤتمر كلاك. لا زمان قال لواطة. وشكرا كل بهي قلت الله بداخلات امدر دعوة الخرطوم في الحضور وبتركوا مداخلات. وي وي الثورة دي تحول من واغ معزوم لواغ افضل، واغ معزوم لواغ افضل. ما عندي حاجة، لكن انت فكرة سلفية ما بتأسس دولة. شكرا كل ابن شعب السوداني بحييكم تحية وطنية خالصة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. المداخل ده طبعا هو علماني واضح جدا، وطعن في الإسلام طعن برضو واضح وطعن صارخ. واحد طعن في الجزية وقال ما ممكن تدفع الجزية وكده وإلى آخره. والجزية دي وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية أول معلومة نعرفها عن الجزية إنه ده أمر رباني، يعني ربنا الفرض وربنا هو الخلق الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى أول نقطة أنت كمسلم كده العلماني ده خليه وسع، أنت ده كمسلم بتهمني قبل الزول ده إنه تعتقد عقيدة جازمة. معلش يا جماعة الناس العلمانيين اللي بيشجعوه، شايف واحد بجاي واحد سامع صوته بنفتح لك فرصة، ما في مشكلة يعني. أي ما في داعي أنت تتكلم من برا، لأنه قبل القبل ده لما دخل ناقش، لما في ناس من الشباب اعترضوا من برا احنا سكتناهم، صح ولا ما صح؟ فده ما من الادب. انت شايف اخوك العلماني ده ما كلامه ما نجيب وما اصل العلمانيه بادله قويه، انت خش بعديه ما في مشكله يعني. خش بعديه ما في مشكله. اما تقعد بورا وتكورك زي المره المطلقه ده ما ينفع معانا. تخش هنا عرفتها؟ تخش هنا وتناقش ما في مشكله. انتوا العلمانيين ده ما قاعدين تقولوا حريه وما حريه والراي والراي الاخر والفكر وما الفكر، بتكورك من برا مالك؟ جبنا لك كمان كشافه عشان نكشفك بيها ونكشف لك حالك، وجبنا لك مايكات وساونات عرفتها؟ عشان تتكلم. فما في داعي تكورك من برا اصلا، وانت غير تكره الطلبه فيك ما بتسوي حاجه، كل ما تكورك من برا الناس بيكرهوك زياده ويعتقدوا جازمين انه ما عندك حجه. طيب فأول حاجة تؤمن أنت كمسلم، وبصر على حتة كمسلم دي عشان ما تكورك ساي من برا، لأنه اللي بيؤمن بالقرآن والسنة ده المسلم. والإنسان اللي بيعترض على الله وبيعترض على الرسول ده ما مسلم، ولا هي رجالة هي. القرآن قال كده، ربنا قال فلا وربك، ربنا أقسم بربوبيته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الله قال كده عشان ما ده ما فيه لعب. المؤمن
يطبق القرآن ده في نفسه ويؤمن به ويعتقده ويصدقه، عرفت كلامي؟ ويسلم له وما يجد حرج جوا نفسه جوا في قلبه من أي حكم من أحكام الله أو أي حكم من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة كده، لأنه ده أمر عقيدة نحن دارنا أصله ونذكر به هؤلاء الطلبة المسلمين. دي أول أهم نقطة، لأنه زول ده حاول يضرب في ثوابت وأصول من أصول الإسلام، عشان كده لابد نثبت العقائد دي. قال الجزية هو الله، اللي بيعترض على الجزية أو على ملك اليمين أو على الزكاة مثلا أو على الصيام أو على الصلاة أو على التوحيد، ده ما بيعترض على السلفيين دي، ده بيعترض على الله. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ ده ما اعتراض، نحن مجرد ما اعتراض علينا نحن بس، ده اعتراض على الله أول حاجة، وعلى دين الله وعلى الإسلام. يعني العلماني ده اللي كان بيقولك ده كلامه ده كله ما راضي عن الله. لازم تفهموا المعلومة دي عشان الزول ما يصفق ساكت. يا أخي ربنا قال دي أحكام شرعية، وده الإيمان اللي بيتقابل به الله بعدين، ده بيعترض عليه ربنا. قال الناس اللي بيعترضوا على أحكام ديل، قال ما تجالسهم ولا تسمع لهم ولا تسمع لهم، وإذا جالستهم وسمعت لهم بعد ما ربنا حذرك في القرآن، ربنا قال إنكم إذا مثلهم. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب. الكلام ده أنا بقوله لأنه في نفرين ثلاثة بصفقوا لهم وما فاهمين، إذا عذرناهم ديل ما فاهمين إنه ده بيعترض على من يا جماعة. يعني زول ممكن يكون زعلان من أبو بكر آداب أو من شهاب أو مني، يقوم عشان ده غشة شتم الإسلام وأنكر آيات في القرآن، آية الجزية وآية ملك اليمين وغيرها أنكرها تماما، عرفته؟ ذاك عشان زعلان من أشخاصنا الضعيفة يقوم يضحك له أو يصفق له. أعلى منه الزول ده يا جماعة معترض على الله ما علينا. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لو قعدتوا معهم وسمعتوا لهم وصفقتوا لهم وضحكتوا لهم وصدقتهم، ربنا قال إنكم إذن مثلهم. فاتقوا الله يا جماعة، دي أحكام بتاعت ربنا. ولا يمكن لشعب سوداني ناس زي ديل زي العلمان الخشة ده دارين يقودوا للكفر بالله والإلحاد والاعتراض على كلام الله والاعتراض على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارين المعيشة تصلح وجاي يتبجح لابس له برنيطة زي القراي وجاي يتبجح قال ما في دولة قال دينية، قال أصلا نموذج لدولة دينية نجحت، قال بس الدولة العلمانية. ها رأيك شنو في صف الرغيف ده؟ هاك الرغيف ده بالله، عرفت كلامي؟ رأيك شنو أنت؟ رأيك شنو؟ ما ده النموذج بتاع الحرية والتغيير، كرهتونا وما دوني هسا جاملون البنزين كان ب 28 الليلة بكم؟ 126 126 تلعب وما في ذاته، يعني أنت ذاتك لو ملياردير ما في ذاته، ما في قال نموذج للدولة الدينية. يا ود في زمن عثمان بن عفان كان بيوزعوا الهدوم للناس والسمن والعسل والقروش، وده صحابي جليل، ده الخليفة الثالث. خلي الخلفاء ديل أعظم بشر بعد الرسل، خليهم ديل خلفاء الأربعة. عمر بن عبد العزيز ما صحابي ذاته، ده تابعي. أنت عارف كم بيلفوا بالزكاة، يجمعوا الزكاة من الأغنياء، يجمعوا الزكاة. أنا والله بيتهموني أنت يا طلبة، ما بيهموني العلمانيين ديل، ديل ما عندهم راس ولا عندهم فهم ولا عندهم دين ولا عندهم أخلاق ذات، عرفت كلامي؟ أنا بيهمني الطلبة ديل، انجروا كلهم العلمانيين ما كويس، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ولو شنو ضرعت. فديل ديل ناس عجيبين. في زمن عمر بن عبد العزيز ده ما صحابي ذاته، ده ما صحابي. وهنا أنبه تنبيه ضلال بنشروا الأخوان المسلمين في الحتة دي، كانوا عاملين مسلسل بايخ لعمر بن عبد العزيز قال اسمه خامس الخلفاء الراشدين، وجايبينه بحبة له واحدة
دين الاخوان المسلمين جايبينه بحبه له واحده، قال مسلسل مجاز من الاسهر، اسهر بتاع شنو عليك الله يا اخي. وما خامس الخلفاء الراشدين لانه ما صحابي، معاويه بن ابي سفيان خير منه لانه ذاك صحابي جليل ومن كتاب الوحي وخال المؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. لكن الاخوان المسلمين لانه اتاثروا بالشيعه الرافضه بكفروا معاويه بتحت تحت وبينتقصوا من قدره في الظاهر زي ما هو واقع في كتاب زعيم الاخوان المسلمين والمنظر الاكبر لهم بعد حسن البنا اللي هو منه سيد قطب. ده عمر بن عبد العزيز رجل صالح من التابعين رضي رحمه الله ورضي الله عنه من التابعين. ده في زمنه كان بيجمع الزكاة من الأغنياء لأن ربنا فرض الزكاة تجمع من الأغنياء من المسلمين فترد على فقراء المسلمين فبيجمعوها منهم وما بيلقوا زول يشيله لأنه جميع الشعب غنى واستغنى. كل الشعب غنى واستغنى، كل الشعب بقى غني. وده اتنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام كعلامة من علامات الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل ويكثر الزنا، إلى أن قال وحتى يفيض المال، يفيض المال ويعطى لمستحقيه فيقولون لا أرب لنا به، يعني ما عندنا حاجة به. العلماء قالوا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما ذكر القرطبي في كتاب التذكرة. يشيلوا الزكاة عشان يدوها للأصناف الثمانية. الزكاة ربنا في القرآن المدينين اللي عندهم ديون ما يستطيعوا قضاء، والفقراء والمساكين وفي سبيل الله وفي الرقاب والعاملين عليها، كل الناس غنوا. الساعي بتاع الزكاة يشيل بوجته قروش ملانة. والزمن ده خلي بالك كان في دينار بتاع ذهب ودرهم بتاع فضة، يعني الدينار الحديدة دي كلها ذهب جوا برا مش مطلية ساي كلها. لا في إلا الناس يردون ما في، أي زول يقول أنا شبعان قروش ذهب شبعان، فضة لا شبعان الحمد لله، ويرجعوها تاني بيت المال. ده نموذج الدولة الإسلامية مش الصحابة، ده للتابعين الأقل من الصحابة. أنت ورينا نموذج الدولة العلمانية، ورينا. ما هو دي دول علمانية كثيرة فشلة. أما لو درس السديل ببعض الدول العلمانية اللي اتطورت، ما اتطورت لأنها كفرت، اتطورت لأنها اجتهدت. لكن العلمانيين السودانيين ديل لا فالحين في الدين، طبعا دين قاعد دين، ولا فالحين في الدنيا. الواحد كل اللي بيفهمه من الدين انه ينزل بنطلونه ويطلع ما عارف شنو كده، عرفت كلامي؟ ده كل مش من الدين، ده اللي بيفهمه من التكنولوجيا بتاعتهم، ويفلفل شعره ويجي ينطط لنا هنا. انت اجتهد زي ذاك. انتوا يا كافي البلد العلمانيين السودانيين والشيوعيين السودانيين فاشلين دين وفاشلين دنيا. اتحدى اي علماني، انت مش بتتحدى، انا برضه بتحداك. اي علماني سوداني يجي يقول لي انا اخترعت مثلا نظاره، مثلا كيس دكوة، اختراع، فضلوا شنو الولاد عاملين فيها بتاع علم، وان النظريه العلميه ما في حاجه. ما في علماني اخترع والله ولا شيء، علماني سوداني ما في. والتحدي موجود، اديكم فرصه 6 شهور جيبوا لنا علماني سوداني افاد الامه السودانيه دي كده، ما موضوع الدين بس دنيا، افاد الامه السودانيه دي في الدنيا بتاعتها في حاجه. عرفت كلامي؟ هسه الان مما نجي صف العيش، بعض اخواننا نجي صف العيش يلقوا من الليله هناك ولو مدنيه يا ما عاد انقل راسه. فضحت واتكشفت يا ناس الحريه والتغيير، شفاته ساكت لافين ما عندكم اي حاجه، لخبطتوا البلد وجدتوا البلد واخرته بعدين تسبوا في الدين. يطلع ذاك مين بسجاره ذاك ومعاول سكران الثاني يسبوا في الدين، قالوا المشكله ما في المسلمين، المشكله في الاسلام، دين محمد ذاته قال. وقال الصلاه عباره عن شنو؟ قال لك كلمه قذره. ده العلمانيين السودانيين. والثاني ذاك قال دار اللواط، ذاك شعب شعر ممعوض ذاك قال دار اللواط. قال عرفت كلامي؟ كلام فارغ وكلام باطل يا اخ. ده جبتوا لنا وده دار يقدم لنا اسرى قدام، اصلا ما بنخليكم والله، وراكم وراكم في اي محل. عرفت كلامي؟ في اي محل علمانيين. طيب دي الجزيه. الموضوع الثاني برضه دار ينكر، اتكلم عن الغنائم. الغنائم دي من الدين يا زول،
دي من الدين. وكذا قبل ما امشي للغنائم، الجزية دي ذاتها هي شنو؟ المسلم المستطيع يعني الغني ده بيشيلوا منه زكاة برضه، يعني في النهاية في شال منه، ما قاعد ساكت، وبيدوها للفقراء من المسلمين وأهل الكتاب، وبعضهم ألحق بهم المجوس، وبعض العلماء ألحقوا بها جميع المشركين، بيشيلوا منه الجزية. المسلم ده برضه بيشيلوا منه شنو؟ زكاة، برضه بيدفع قروش، وتهك بيدفع قروش. وين الظلم هنا؟ وين؟ وين الظلم؟ لكن أنت كعلماني في دولتك العلمانية، الله لا جابه في دولتك العلمانية، بعدين أنت بتشيل من الناس ضرائب، بتشيل من الناس جمارك، بتشيل من الناس عوائد، بتشيل من الناس رسوم، شنو كده عتب؟ ده كله في الإسلام حرام. في حاجة واحدة بس الإسلام، زكاة، وما على أي زول مسلم، زكاة على المستطيع، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة. ما بتؤخذ من أي زول، تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين، فترد على شنو يا جماعة؟ فقرائهم، يشيلوها من الغني يدوها لشنو؟ وبعدين بفهمك أنت ذاتك، بفهمك أنت، أنت قلت الاشتراكية والرأسمالية، وقلت ده الأفضل نظامين، وما في نظام إسلامي ناجح، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ الاشتراكية يعني شنو؟ إنه ما يكون في زول غني أصلاً، إذا ده غني الله رزقه من السماء، يشيلوا منه كله. الإسلام ما قال يشيلوا كله، الإسلام قالوا يشيلوا الزكاة نسبة معينة محددة في الشرع ويدوها للفقراء. أنتوا النظام الاشتراكي إنه الناس كلهم يكونوا شركاء، وما شركاء في القروش بس، شركاء حتى في النساء، ده الاشتراكية كده، وديل ده السنة عن الناس، مش يعني بس الأموال والمستوى المادي يكون واحد، حتى النساء مرتك تكون ملك مشاع ومشترك بين الجميع، بين الجميع، تكتك ركشة بين الجميع تكون ملك مشترك. شوف الجماعة دي الوسخانين لياتوا درجة، وعندهم صفة بتاعت خنازير لياتوا درجة، بل الخنازير خير من هؤلاء العلمانيين. ليه؟ لأن الخنزير ده في النهاية بيسبح الله يا أخي، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما دال بيعترضوا على الله سبحانه وتعالى، وبيكفروا بالله سبحانه وتعالى، ويعترضوا على أحكام الله وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم الطلبة يفهموا الكلام ده، إنه دال أعداء للدين للإسلام، ما أعداء لنا نحن. بعدين جاي خاشي غلط قبل ما أجي لحتة الغنائم، قال أنصار سنة ومؤتمر شنو، وأنصار سنة ويدقس أنصار سنة، نحن ما أنصار سنة، النمر غلط. ونحن بفضل الله طبعا أكثر ناس بننجم أنصار السنة بفضل الله. أنت ما عارف ذاته ده المنو لسه؟ ده لهم بقول له ما عارفهم ده المنو؟ قال لي أنصار سنة وما أنصار سنة ومؤتمر أغامه في الكلاك، أنت حضرته؟ وكان دورك شنو في المؤتمر؟ من المؤيدين ولا المعارضين؟ وضد علي بلده ولا معاه؟ في المؤتمر ذاك انت كنت مؤيد ولا معارض؟ ده نعرف الكلام ده نحن. انت ذاتك رايك في اللواط شنو؟ حلال ولا حرام؟ تعال رايك في اي علماني، اللواط حلال ولا حرام؟ اللواط عند العلمانيين حلال، ده تلعب علينا؟ وحتى اسم لواط غيروه سموه مثليين عشان عملوا له كده احمر شفايف جملوه يعني اللواط، عرفته؟ اللواط عندكم حلال عند العلمانيين، اللواط عند الملاحده ديل حلال ولا حرام؟ يا اخي انتوا بتجوزوا انه المرأة تتزوج حمار، تتزوج كلب، تجي داي تعترض على تقول مؤتمر شنو ما مؤتمر شنو؟ طيب اللواط عندنا في الاسلام حرام، بل النبي عليه الصلاة والسلام، انت اللي بتقول ادي ده انا بديك انت، بس خليني انتهي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ده في الإسلام، الإسلام يمنع هذه الأشياء ويغلظ على مرتكبي هذه الأشياء وهذه الجرائم النكراء، ده في الإسلام. أتقول لي مؤتمر خرطقت ولا غيره؟ حرام في الإسلام. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملعون، عفوا، قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ده الإسلام،
ده الدين بتاعنا. أما عندكم في العلمانية عمل قوم لوط يعتبر ثقافة، يعتبر تحضر، يعتبر تكنولوجيا عندكم في العلمانية وكثير من الدول الكافرة، إنه دحى منه بالقانون وبيجي يتزوج قدام القاضي، راجل مع راجل قدام القاضي، ومرة مع كلب قدام القاضي، عشان ما تجي التاجر ساكت. أما في الإسلام ده حرام، حتى قال عبد الله بن عباس يقتل. كيف يقتل؟ قال يصعد به في أعلى مكان في المدينة ويلقى منه. الإسلام حرم تحريم شديد ومؤبد لهذه الفواحش. الزنا عند العلمانيين حلال. أنا عندي كتاب جبته من قارة آسيا الأسبوع الفات، من قارة آسيا جبته والله الأسبوع الفات، بتاع شيوعيين بتاع إنجلز، تكلم عن العائلة، بيقول فيه الكلام ده، بيقول إنه دارين يزيلوا العائلة تماما، عشان قال البنات ما يحسن بالحرج في العلاقات الجنسية مع الرجال، ويكون ذلك واقعا مشاهدا ومدافعا عنه في جميع المجتمعات. بتاع إنجلس، بتاع إنجلس، والكتاب ده شيوعين بدستودة الشديد، جبت لك من قارة آسيا بفضل الله عز وجل. دال عندما الزنا حلال، أختك يجي يسوقها كده تقول تقبل الله فضل، عرفت؟ عند الجماعة دي عشان ما تجي التاجر ساكت. عندهم حلال الخمرة، عندهم حلال أكل الخنزير، عندهم حلال كلهم، عشان كده ربنا ابتلاهم بكورونا وكورينا وكله. طيب الغنائم، غنائم ده دين يا زول، ربنا سبحانه وتعالى أنزل في الكتاب، وما فهم الغنائم، قال الغنائم اعترض عليها على الله سبحانه وتعالى وعلى أحكامه، ومشى بغادي يتكلم عن ملك اليمين. ملك اليمين ده دين، دين وموجود في كل الشرائع بالمناسبة، انت ما فاهم يعني. ده عشان جاي تعترضوا على الإسلام، على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ده موجود في كل الشرائع السابقة في الكتاب المقدس، الصفحة 414، العهد القديم، أن لسليمان 1000 امرأة، 1000 امرأة في العهد القديم، الصفحة 414، أنت فاضي تقرأه؟ أما في الدين الإسلامي ربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بعدين ملك اليمين دي شو أنت ما فاهم؟ ده مش ظلم ليهم أصلا، الجهاد ده برضو موجود في كل الشرائع. طيب لما يحصل قتال وجهاد بين المسلمين وبين شنو يا جماعة؟ الكفار والمشركين. المسلمين لو انتصروا أصلا ما بكون في غنائم وملك يمين ورقيق إلا بعد انتصار شنو يا جماعة؟ المسلمين. المسلمين لو انتصروا وكتلوا الرجال الكفار ديل، نسوانهم ديل يخلوهم للوحوش ولا غير، يسوقوهم بدين وبأحكام دينية شرعية شرعها الله من السماء، ويمشي يكرموهم في البيوت ويأكلوهم ويشربوهم ويسكنوهم في بيوت ويعالجوهم، وأولادهم يكونوا أولاد شرعيين في الإسلام، ده ظلم ولا عدل؟ أنت ما فاهم حاجة. بعدين أنت لما اعترضت الآن في أمريكا وفي الكفار اللي احتلوا العراق وشالوا النسوان المسلمات العراقيات، ليه ما اعترضتها؟ لما اعترضت لما الكفار العلمانيين بتاعينك ديل احتلوا افغانستان؟ لما اعترضت في الكفار اللي بيعملوا في الفلسطينيين والنساء المسلمات المسكينات؟ لما اعترضت في الجماعه اللي بيسموهم شنو؟ الايغور المسلمين واللي بيعملوا في نسائهم؟ انت لما تعترض؟ اما الاسلام ده شيء شرعي وفيه تكريم للمراه ذات ملك اليمين، تكريم لها يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى كرمها وأمر بحفظها وأمر بالإحسان إليها كما هو موجود في أحكام الفقه الإسلامي. طيب بعد ذاك اعترض على التوحيد، وطبعا في جزء من كلامه فهمته وجزء ما الله لم تفهمه، المهم موضوع التوحيد يعني، ويعترض على التوحيد ده. وما التوحيد؟ التوحيد ده حق الله على العبيد. النبي عليه الصلاة والسلام ردف معاذ بن جبل على الحمار وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام رسل معاذ ابن جبل إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. التوحيد أساس الدين. وشوف العلمانين بيعترضوا على التوحيد والملاحدة، وفي نفس الوقت الصوفية بيعترضوا على التوحيد، عشان تعرف إنه الأصل في الأسباب أن نشرت العلمانين ديل ونشرت الإلحاد والزندقة والكفر هو التصوف ده في النهاية. وإذا هبشت أسا بتلقى واحد من جماعة تجاني تابع له، عرفته؟ فده السبب والله. ده اللي بيسيئوا للتوحيد. ما شفت لما في أخي فصل بس في كتاب بتاع ابتدائي في المغرر الدراسي بيتكلم عن التوحيد وإنه المشي للكبب ما بيجوز وسيلة إلى الشرك، والفوكاية بتاعنا هم فوكاية هم الصوفية ديل، والمشي للفوكاية ده كفر بالله. ناس الخنجر يا زول قاموا وقعدوا وعملوا مؤتمرات وجابوا ذاك الأروج ذاك اسمه منو؟ الجفري. جو لك طنوا من وين ما أعرف، جاء عمل مؤتمر في غاية الصداقة اعتراضا على التوحيد الموجود في المقرر الدراسي، وده جاء طبق ذات الحنة نفسه. عشان تعرف انه الاثنين دول طلعوا من شنو يا جماعة؟ طلعوا من مشكات واحدة، من جحر واحد، الصوفية والعلمانين. الاثنين بحاربوا الدين، والاثنين بحاربوا التوحيد، والاثنين مستهبلين. الجفري قبل بسمع له في مقطع واحد رسله لي وانا ما قاعد اسمع له، بس فتحته كده بغني بغنية قال دي حقت ام كلثوم والله. وبراو قال دي لام كلثوم. بعد شوية لما عاين حوله لقى حامضة قام قال والله يا اخي طبعا هي كتبها لمين كده، احمد شفيق ولا شنو؟ وقال بعد سنين لقيته وعجوز وماشي، وقال سألته عن الأغنية دي بتاعت أم كلثوم، قال كتبتها في رسول الله. يبكي طبعا داري يغطيها، يعني دي بتاعت أم كلثوم يا زول. وهو برا وقال بتاعت أم كلثوم. فناد بيلعبوا بالإسلام زي الصوفية وبيضيعوا الدين وبيسبوا الدين زي الصوفية وزي العلمانيين ده المافي. وأساس كل بلاء في البلد دي هم الصوفية والعلمانيين ديل، وأساس كل كفوة في البلد. بلد فيها خيرات لكن دل داري يحاربوا ربنا، فكيف ربنا يفتح لهم يا جماعة من الخيرات؟ وكيف ربنا ينزل عليهم من البركات والنازل بيحاربوا في الله الليل والنهار؟ وبعد يطلع له واحد أنصار سنة يقول لك لا بس بالراحة شدد عليه شديد. أنت والله نحن بس أصلا ما حكومة، لكن لو كنا حكومة كان عملنا حاجات تانية. نحن عاديين من الشعب بنغير بلساننا ده بس، عرفت كلامي؟ طيب قال الحديث بتاع جعل رزقي تحت ظلي رمحي، وقال ما عارف فسر منه مين شيخ ده قال الدجال بنسميه احنا. قال وبقى يستخف من الحديث ده. الحديث ده مقصود به يا جماعه الغنائم التي تؤخذ من شنو؟ تؤخذ من الجهاد من الحرب، وده ما فيه اشكال تكلمنا عنه. قال كلمة خطيرة جدا كان كثير من الناس ما انتبهوا لها، زلقة كده بس. قال الدين سيد في الضمير والعقل سيد في الدولة. الدين سيد في الضمير وسيد في الدولة وسيد على العقل برضه وسيد على الدنيا. وربنا قال كده، ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دين الإسلام اتكلم عن العقيدة وده أساس الدين، واتكلم عن الصلاة ودي عبادات وشرائع، والزكاة والصيام وغيرها من العبادات والشرائع، واتكلم عن المعاملات الدنيوية فاتكلم عن البيع أحلاه، واتكلم عن الربا حرمه كما قال تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا. اتكلم عن بيع النجش والتناجش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا إلى آخر الحديث. واتكلم عن جميع أنواع البيوع، جميع أنواع البيوع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها. اتكلم الحل فيه والحرام. اتكلم عن بيع السلم اللي هو بيسموه الآن ناس الزراعة الشيل والمشال. الإسلام وراك أحكامه 200 يحل و200 يحرم. فمن أحكامه قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل شنو؟ معلوم،
حدد احكام الدنيا ذاتها. يا اخي خلي البيع الشيء المهم عند الناس ده. اتكلم كيف تبول ده الاسلام، عشان ما تقول الاسلام ده ايوه بس اما هنا في الدنيا ما عنده معانا شغله. الاسلام وراك كيف تبول يا علماني. قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال سلمان، قال نهانا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نستقبل القبله ببول او غائط او نستدبرها، ونهانا ان نستنجي باليمين وان نستنجي برجيع دابه او عظم، ونهانا كذلك ان نستنجي باليمين او نستنجي برجع دابه او عظم او روث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والكلمه دي طبعا العلمانيين بيوصلوا ليها انه بيقول لك الدين ده مكانه شنو يا جماعه؟ الجامع. او في روايه اخرى خبيثه بيقولها العلمانيين، يقول لك الدين ده علاقه افقيه او علاقه راسيه، اما الدوله والمعامله بين الناس دي علاقه شنو؟ افقيه. بيعني شنو بالكلام ده؟ انه الدين ده ما تدخله لنا في اي حاجه في حياتنا، ما تدخله لنا في اي حاجه في حياتنا، عشان كده بقول لك علاقه شنو؟ راسيه كده فوق بس، لكن مع الناس ما في دين. تكذب، تسرق، تسب الدين، تنافق، ما في مشكله. ومن هنا في طالب رسل ورقه قبل شويه وقال يا اخ ظهرت ظاهره من بعض الناس، ما كل الناس، ان شاء الله الناس فيها خير. بعض الناس قال في الداخليه وفي الجامعه بقى بيسبوا الدين ويستهزئوا بالدين، وده كله من تاثيرات الترنقع على العلمانيين دي. عرفت كلامي؟ وكمان يقول دايرين مناظره، قال لو في مناظره علنيه بين العلمانيين وبين الجماعه جل كون، قال كسرناهم. وينه؟ جيب اعتى علماني بفضل الله، والله والله نضحك لك فيه العالم ده كله، العرب والعجم، وما في علماني بجينا هنا. ما شفت القراي؟ قال دايرين مناظره مع عبد الحي لانه عارفه حمام ميت. هنا ما بيقدر يجي، هنا ما بيقدر يجي اطلاقا، ما بيقدر يجي. ان جا هنا والله نحلق له كابوريا. عرفت كلامي؟ طيب فجايين يتكلموا وجايين يدجلوا للناس. الدين ده علاقه حتى بينك وبين اخوك. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من شنو؟ من لسانه ويده. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب ده من انواع الكذب على شنو يا جماعه؟ على الناس. وربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة. فالدين ده كله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فربنا قال كده ده علاقة، لأنه دايرين الناس يعيشوا بهايم زي ما عايشين بهايم الآن العلمانيين في الدول الكافرة حقتهم. ناس زي البهايم يا أخي، يا أخي البيت بيتك أنت ولدتها وأكلتها ودرستها وصرفت على ملايين. يقول لك أول ما تبلغ يقول لك بعدها يكون عندها صديق. إذا أنت أبوها دخلته القانون بيشيلك بيدخلك في السجن. صديقها ده ممكن يجي يزني بيها قدامك أنت وأنت أبوها في السرير اللي اشتريته أنت وأنت قاعد تتفرج وخالف كراعك وتشرب سجاير. ده داري يودونا لو الناس زيل، لكن بإذن الله نحن أحياء هنا والله ما تودونا للأشياء دي. طيب بعد ذاك قال الاخوان المسلمين زي انصار السنه وزي داعش وزي الجهادين وزي السلفيين. انت ما فاهم، داعش طلعت من الاخوان المسلمين، وبعد ما طلعوا لسه اخوان مسلمين. والكلام ده قاله رئيس الاخوان المسلمين اللي هو الدكتور يوسف القرضاوي، هو اللي قال الكلام ده. قال ابو بكر البغدادي ده رئيس داعش ده قال اصلا تربيتنا نحن تربيه جماعه الاخوان المسلمين. دي معلومه لازم تعرفها. بعد ذاك داعش ممكن يدلعوها يسموها جهاديين، يمكن يسموها كده، ديل كلهم خوارج. وحكمه في الاسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم او تراقيهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. شكد لليله مصداقا لكلام النبي عليه الصلاه والسلام في هؤلاء الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، لليله ما بتلقى ناس داعش ذيل
قتلوا يهودي واحد ما في نبلة زي ما فكوا على إسرائيل نبلة بس ما في كلام زي ده ما في ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال بيقتل أهل الإسلام ويختطفوا البنات المسلمات ويسموا جهاد النكاح وده اللي احنا ردنا عليهم انت رددت عليهم بتين العلمانين ما تكلموا في داعش إلا بعد ما داعش شنو انتهت لما داعش كان بتقطع الاثنين عرفت كلامي وبتشرط اللسان وبتقطع حاجات تانية حمياني انت كنت بترجف كنت بترجف انت نحن عملنا محاضرة والله الدنيا دي كلها قامت وقعدت وكثير آلاف الناس خايفين حتى أنصار السنة خايفين عرفت كلامي عملنا محاضرة في قاعة الصداقة أجرناها بقروشنا عملنا شيلن وأجرناها وتكلمنا محاضرة اسمها خطر داعش انت بتتكلم كيف وقت داك داعش بيضبحوا في الناس وبيهددوا بالسودانيين ذاتهم الوحيدين الوحيدين ما في السودان في العالم أنا ما لكني في العالم عملوا محاضرة عن داعش إلا إخواننا السلفيين دل جزاهم الله خير برضو تجي تقول داعش والسلفيين وبتاع واحد هم والأخوان المسلمين واحد لكن إحنا اللي بنرد عليهم يا جماعة خش النت تلقى المحاضرة وجبنا وثائق عجيبة جدا تفضح داعش ونحن ما نتكلم عن جماعة أو عن فكر متطرف بنتكلم بعلم وبوثائق أنت بتتكلم ساكت تتكلم ساكت لا عندكم علم لا عندكم دين لا عندكم وثائق ما عندكم أي حاجة طيب بعد ذلك قال في زول في معرض الخرطوم الدولي قال على الجلابية والسروال وما بعرفه وشرط الكتب وقال ده تطرف أي والله تطرف نتفق معك تطرف في واحد تاني فجر برضه في بغداد متطرف نتفق معك في شنو يعني ده اللي هنا في واحد من ديل قاعد هو ذاك شرط الحاجات وقال أنا جماعة أنصار السنة المحمدية هو قال بعد ذلك طلع مجنون طلع بتاع هو ينفهم نحن ما بننفيه صح ولا ما صح قال ده معاهم هم مش معانا نحن نحن ما بنشرط الكتب في الواطع نحن بنشرط الكتب الباطلة في قلبك جوا عرفت كلامي وقعد نتكلم كثير نتكلم عن القبب والأضرحة يوم واحد ما شلنا لنا فرار كسرنا قبة نحن بنكسرها بفضل الله في قلوب الناس يا ناس وده منهجنا كده وده المنهج الماشي عشان كده غايظ العلمانيين لما الطلاب ديل طلاب ديل واحدين هنا داخلية دي كلها بتحضر من برده إلا قليل وداخلية بهناك اسمها شنو؟ النيل الأبيض واحدين لقيناهم جايين ماشيين كالداري كده ليه مصعب بن عمير لحد هنا قريب الشقيلة طلبة طلبة والله ولا بنعرفهم ولا بنعرفهم ولا شفنا أشكالهم قبل كده غير اليوم ذاك قالوا نحن جايين من هناك نحضر المنبر ده فده الغيظ العلمانيين وبلغنا بواسطة استخبارات المدينة إنه العلمانيين قاعد يجتمعوا بجاي يمين في شمال منافيل بجاي قبل كل ركن بيتفقوا على حاجة واحدة يجي يقولها في الركن علماني ورا علماني علماني ورا علماني الليلة اتفقوا على موضوع الطعمية ده يقول طعمية ده يقول طعمية ده يقول طعمية فرصة مفتوحة يا أخي